موجز لأهم الأخبار، أهلا بكم. تغيب اليوم في اختتام أشغال المؤتمر الوطني لمناهضة العنف والإرهاب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وحضر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وانسحب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر على خلفية كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها على لسانه مستشاره خالد لومباركي، والتي عبر فيها عن إدانته لمظاهر العنف التي عرفتها جلسة الافتتاح. وقد أدت كلمة المستشار إلى حالة من التوتر والفوضى، حالة دون تمكن المستشار من مواصلة كلمته، مما استوجب تدخل الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل حسين العباسي لتهدئة الأوضاع. قال رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي خلال افتتاح المؤتمر الحواري الذي تنظمه رئاسة الجمهورية لمناقشة مشروع الدستور، قال إنه يسعى لإيجاد أقصى قدر ممكن من التوافق بشأن النقاط الخلافية الموجودة من أجل الوصول إلى نقاش هادئ وبناء يهدف إلى الإسراع بصياغة الدستور بعيدا عن الخلافات والتجاذبات، لأن تونس لم تعد تحتمل مزيدا من الخلافات والمشاحنات على حد تعبيره. نفذ اليوم تجار الصناعات التقليدية بتونس إضرابا عن العمل ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السياحة، تنديدا بما وصفوه ممارسات وكالات الأصفار الاحتكارية المتواصلة للأفواج السياحية. وقال رئيس النقابة الجهوية لتجار الصناعات التقليدية إن الإضراب يأتي على خلفية المشاكل التي يعاني منها تجار الصناعات التقليدية والمتمثلة أساسا في احتكار الأفواج السياحية من قبل بعض وكالات الأصفار والممارسات اللا أخلاقية لبعض المرشدين السياحيين على حد قوله. وختاما، التقى وزير العدل بأعضاء لجنة الإشراف على انتخابات هيئة القضاة العدلي، وقد تطرق الوزير خلال اللقاء إلى الإجراءات اللازمة لإنجاز انتخابات هذه الهيئة. وقال محمد قحبيش رئيس لجنة الإشراف على انتخابات هيئة القضاء إن وزارة العدل وضعت خلال الأسبوع الفارط مقرا تابعا لها على ذمة اللجنة لتجتمع فيه، كما قامت بتوفير لوازم المادية وقائمات القضاة لتيسير عملها. نهاية الموجز، نلتقي في موعد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.